السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عندي محاضرة وعايز الذكاء الاصطناعي يجهز لي للمحاضرة ديت، فكل اللي أنا أعمله أنا مسطب شات جي بي تي أهو زي ما أنت شايف. أنا كنت فعلا بعمل شات معاه، كل اللي أنا بدأته تمام، قلت له أنا عايز أتكلم معاك صوت، فما عندوش أي مشكلة خالص. طيب هبدأ أدوس بقى على السلام عليكم. دلوقتي أنا عندي محاضرة بالإنجليزي تمام، فأنا عايز أتكلم وبعد كده انت راجع لي وقول لي اذا كان في خطأ او في حاجة مفروض ان انا اعدلها. جاهز؟ وعليكم السلام. تمام، انا جاهز اسمعك. ابدأ المحاضرة وانا هراجع الكلام واقولك لو في اي حاجة تحتاج تعديل. تفضل. Good morning. Today we will speak about integration between BIM and AI. AI is artificial intelligent and the BIM is building information management. We need to make connect between AI and the BIM to have a good successful. Now we have a lot of problem, like if we have a unique project, we don't know how long will it take and how much will it cost. Time is money, so we need to improve the time management. Adjustments for clarity and accuracy. Here's a refined version. Good morning. Today we will discuss the integration between BIM and AI. AI stands for artificial intelligence, and BIM stands for building information modeling. By connecting AI with BIM, we can create successful projects with more efficiency. Darth Sporma, a show. For example, with unique projects, it's difficult to فزي ما انت شايف اي حاجه هو بيبدا ان هو يعدل لي ويبدا يقول لي ملحوظات ويبدا ان هو يبقى فاهم انا بقول ايه ويبدا ان هو يتعامل معايا تمام. فدي حاجه كويسه جدا لو انت عندك اي محاضره، لو انت عايز تبدا تقوي نفسك في اللغه اللي انت بتتعلمها، انجليزي فرنساوي الماني، ممكن تبدا تتكلم معاه وهو لو عنده اي تعليقات بيقول لك لا انا هحسن لك تمام. يعني هو كل شويه كل ما بتكلم معاه بيبدا ان هو ينبهني لحاجات معينه تمام. دي المحادثة هي اللي موجودة، فبيبدأ يقول لي صلح ديت، اعمل ديت. كويس ان هو بيشجعني، يقول لي جود جوب، جاست ا فيو ادجستمنت فور كلاريفاي. وبعد كده بيبدأ بقى يصلح لي، يقول لي والله لو انت عايز تقول احسن قول. وي ويل ديسكاس ذا انتجريشن بتوين بيم اند اي اي، اي اي از ستاند اوف ارتفيشال انتليجنت، وهكذا تمام. فحتى لو انت المعلومة عندك مش كاملة او اللغة عندك مش كاملة او في فجوة او في مشكلة، هو بيبدأ ان هو يصلحها لك. صراحة استمتعت جدا معايا، انا بقالي فترة كده عمال اتكلم وهو يبدأ يصلح لي والحاجات دي كلها، ف يعني ممتاز جدا. بحس ان انا احضر نفسي اقول المحاضرة كذا مرة ومش بقولها وخلاص، ما انا ممكن اقعد اقولها كل مره اغلط نفس الغلطات، اغلط نفس الغلطات. لا، ده انا بقولها وهو بينبهني ويقول لي حسن، اعمل امبروف للمحاضره بالشكل الفلاني وهكذا. حتى لو المحاضره بالعربي ممكن يقول لي لا خلي بالك ان انت، يعني انا اول مره مثلا قلت ايه بيم والاي اي وما عرفتش، فراح قال لا لازم تقف وتقول كل واحده فيهم دي اختصار لايه وهكذا. فتجربة ممتعة ان انت تستخدم الذكاء الاصطناعي في التحضير للمحاضرة، في التحضير للشغل وهكذا. بالتوفيق ان شاء الله.